جمع هذه القطع الصغيرة بعضها إلى بعض والتي يعود عمرها إلى 2000 عام وظيفة دقيقة جدا. هؤلاء النسوة هن الوحيدات في العالم اللواتي يسمح لهن العمل على مخطوطات البحر الميت التي تحوي أقدم الصحائف المعروفة للعهد القديم. هنا يعملنا في مختبر صغير في هذا المتحف في القدس لترميم هذه النصوص الدينية التي تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد والتي كتبت باللغات العبرية اليونانية والآرامية. لا أنظر إلى الأمر كمجرد عمل، أعتقد أنه أمر مبارك. عندما رأيت الجمل القصيرة للمرة الأولى ارتعشت يداي. بما أن المخطوطات اكتشفت للمرة الأولى قبل نصف قرن في كهوف قمران في الأردن، تغير الكثير في عالم ترميم المخطوطات. حينذاك كانت الشرائط اللاصقة أفضل طريقة لجمع أجزاء المخطوطات، واليوم يجب إزالة هذه الشرائط وهي مهمة ليست سهلة. لدينا عشرات آلاف الأجزاء التي تشكل 900 مخطوطة، أي ما يعادل 1267 طاولة عرض. إنها كمية هائلة من المواد نعمل عليها منذ 18 سنة، وما زلنا في منتصف الطريق. سوف نحتاج إلى 18 سنة أخرى. إنه عمل يستغرق حياة بكاملها ويستوجب صبرا لا محدودا وتفانيا مطلقا.